هلا بدنا ناخذ مقادير. مقادير الحلو التاني. يلا كرواسون بالكنافه مع الكريم بروليه الساخن، تعديل على الكريم بروليه، هو اساسه البيض وبنطبخ طبخ بالفرن. في واحد يعني ورا الكاميرا مش عارفه شو معه، المصاري وجعه. فرح نعمله هلا ونحشي نوتيلا، والمقادير على الشاشه. كرواسون الكنافه بالكريم بروليه الساخن. كرواسون سادة ميني، كنافة خشنة شعر، بدنا زبدة مذابة، بدنا نوتيلا للحشي أو مثلاً شوكولا سريع الذوبان أو مش عارف شو بيحكوا له، خلص نوتيلا. الكريم برولي الساخر بدنا 2 كوب حليب، بدنا نص كوب كريمة تخفق سائلة، بدنا 2 ملعقة كبيرة كريم كراميل، بدنا 1 ملعقة كبيرة كريمة بودرة، بدنا 1 ملعقة كبيرة سكر. للتقديم بدنا فواكه حسب المتوفر وفستق حلبي. علا جابت لنا بلوبيري أو بلاك بيري، وجابت لنا ريزبيري كمان. يلا هيني غشيتكم وخبيت اللي انحرقت أصلاً. يلا يلا كرواسان مني بتروحي على أي مخبز وموجود عنده، تمام؟ بتجيب اللي بدك إياه، وفي منه معلب بالأسواق. الكنافة الخشنة اللي موجودة بالأسواق مجمدة بتدوبيها قبل بليلة. الزبدة بدها تكون مذابة، هلأ بندوبها. بعدين عندك الفستق الحلبي هي موجود، وخلطة الكريم بروليه بدون بيض، معدلة بدون بيض، وما رح يعني ما رح أحطها بالفرن، رح أطبخها على الغاز، اللي هي رح يكون عندي حليب سائل. بسم الله. طبعا من كارفور كامل الدسم. في عندي كريمة الحلويات السائلة، مش رح تحط كريمة طبخ ها. بعدين رح نحط كريم كراميل، الكريمة الباودر الكياس، سكر. تحركيهم تطبخيهم على الغاز، تمام هيك؟ بعدين يلا نحط نطبخهم على الغاز وتقدم ساخنة. إذا هي لازم تكون ساخنة. هلا في وحدة خلف الكواليس عم تتجهز. تمام. وجه تحية لأم علي، الله يسعدها. أم علي اليوم عيد ميلادها. إيه كل سنة وأنت سالمة أم علي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله طول العمر يا ربي. طول العمر لأم علي ويعطيك الصحة. إن شاء الله تضل أولادها وعمر قدامها. طبعا أم علي هي بتدير بالها علينا كلنا هون. يعني نعم. هي بتفوت بدير بالها علينا، بتشيك علينا، فبنحكي لها بقول لك اي مكان في حدا هيك روحي او روحاني. يعني ام روحانيه هي. يس. لنا كلنا والله جد نوجه لتحيه لام علي حبيبتنا واختنا وعزيزتنا. أكيد. علينا كلنا. الله يعطيها الصحه يا رب. طيب تمام ستي، هلا احنا رح ناخذها. هي اصلا شو بتكون؟ هي بتكون خط كبير، تمام. بعدين بيروحوا بلفوها وبحطوها في الباكيت على الفريزر بالهايبر ماركت. انا جبتها من كارفور، من قسم اللي هو المجمدات اللي فيه الشغلات تاعتي الحلو، وتقطعيها زي هيك خيوط بالطول. بالنسبه للي هي الكرواسان من مخبز جاهز، كرواسان بالزبده. طيب. وساده، تمام. هلا رح ندهنها شويه زبده، رح نحطها على صينيه تفوت على الفرن. هلا بعطيكم اياها. اجي اخذ الهداك انا. يلا سلم ايديك. يا ام علي تمام. يلا نجيب ورق نحطه هون انا. ستي هيو ها، بدك تمسكي احط لك الصخره اشوف. لسه لازم يكون اجمد. خلينا نطبخه على هاي العين من فضلك. ادري لي اياه بليز. ايوه يلا لازم يكون اجمد. انا الغاز من اول ما دخلنا التلفزيون انا مش صح. تذكري. انا اللي بتذكر. يلا طب خلينا نشتغل وعطونا ميوزك، شو رأيكم؟ هيك؟ يلا. لأنه إحنا بدي نعاون الشيف علا، الحبايب ينبسطوا معنا. يلا. يلا بسم الله.
كاسترد هو صح؟ يس. اوكي. قريب منه. هلا هون انا دهنت الكنافه بزبده مذابه، مش سمنه، زبده اطيب، تمام؟ بعدين لفيتها وكبستها على بعض لانه شكلها راح يكون عشوائي، كبستها بعض بايدي برضه كمان بالزبده، وراح اروح احطها على نار هاديه بس لحتى تاخذ لون بسيط هيك تقرقش معي. اوكي. تمام؟ بعدين يعني تقريبا على 180 من تحت ومن فوق لحتى تاخذ اللون الذهبي معي، راح اخلي لك هاي ساده كاتي. اوكي شكرا. جهودك مشكوره. تمام، ورح اروح اجيبها اللي من الفرن. هلا انا تركت تنتين ما حشيتهم. طيب. بعدين رح نروح من الاسفل. شوفي انا من هون اعطيتها لون زياده، من هون ما بدي عشان أوكي. نسبه وتناسب، لانها رح تنزل بالكريم برولي. ها بفتح بهذا الشكل. اوكي تمام. بعدين بروح بجيب معي نوتيلا. طيب واحشيها. هو الكرواسون سادة؟ سادة ياس. أوكي. بس إذا حطيت الشوكولاتة قبل رح تسيح وتعبي الدنيا. أوكي. فأنا هيك عبيت الكرواسون صار كله محشي شوكولات. أوكي. اللي بدها إياه، ممكن تحشيها لوتس، ممكن تحشيها بيزبط. كريمة فستق حلبي. نعم. أوكي. يعني طب هذا صار يغلي الاختراع. خلي خلي كمان. نعم. هاي رجعت فتحت هون. بعدين رح أروح أجيب ها شايفين. أوكي. بعدين بروح بعبي بهذا الشكل، بروح وباجي مكان ما أنا فتحت السكين عشان يعبي معاي نوتيلا. وصار معاي من كل الجهات معبى نوتيلا. يا سلام. صحيح؟ بس عم بفور كتير لفوق وهيك. عادي؟ يلا خلص هلا أنا رح أخده. البودنج والكنافه المقرقشه رح تطرى ورح يصير عندي مزيج جدا رهيب. رح استنى عليها شوي وهي تقدم ساخنه، بنحطها احنا عاده بسفندشات عشان تضل ساخنه. حبيبتي صفاء الدمور، الله يبسطك انت واهلك. حبيبتي حبيبتي. طيب كيف بس والله ابداع. لا شوفي هي شوفي يعني هون ببين انه الشيف بعيدا عن يعني الفنون المطبخيه الابداعيه هيك يعني ما شاء الله عليها علا حبيبتي. هاي بلش يشد اصلا بالضبط. هلا اول ما يضرب الهواء اصلا ها بشد. شوفوا شد ايوه ابداعاتك ها. وهيك عيون الناس الحلوه بهذا الشكل. اوكي. وبعدين كمان احط فراوله. اوكي. وكمان بنحط كمان اشياء عشوائيه. بتعرفوا هاي مثلا هيك عصريه مع فنجان قهوه او يعني بتعملوا هدول شو بسموها التي تايم. يا سلام. احكي لي ايش بدك بس. بدور على السكاكين. طيب. تمام. اوكي. نحط بهذا الشكل. امسكي علا. طيب يعني عبير أبو صالح بتحكي لك منظر خيال، يعني العين اللي بتاكل قبل الفم.
إبداع الشيف علا. طبعا بهيك بيكونوا خلصوا وصفات طبعا الشيف علا نيروخ. نعم عملنا اليوم إحنا سيخ شاورما اللحم من داخل حدود المنزل، بالإضافة للمسات بسيطة من كرواسان مع كنافة. يعني هاي الأفكار عادة السيدات بتدور عليها، فإحنا يعني واجبنا دائما نذكر بكل شيء جديد. يعطيك العافية علا، ودائما مبدعة. يعني بهيك بيكونوا خلصوا فقرات حلقتنا لليوم من يوم جديد. إن شاء الله يا رب هيك كانت الفقرات مفيدة غنية متنوعة. بدي أشكر كمان أيضا الزملاء القائمين على يوم جديد. دائما بنحكي لكم انتبهوا على كمامتكم، معقمكم، التباعد، ودائما آمنوا بأن القادم أجمل بكثير. بترككم في أمان الله، إلى اللقاء. هيك رح نقدم صحننا بالشكل النهائي. ممكن إضافة القشطة البلدية، إشي كتير فخم وطيب. تمام.